غدا بعد غد بقى ماتشات اللي قلتها دي كلها يوم الخميس بكره، بعد بكره الجمعه عندنا اربع مباريات. سموحه امام ايسترن كامباني الساعه 3، الساعه 5:30 عندنا ماتشين، غزل المحله امام ام بي، وفيوتشر امام النادي المصري. ثم تختتم مباريات الجمعه الساعه 8 بلقاء كل حضراتكم مستنيينه، الزمالك امام النادي الاهلي. نفكر حضراتكم بجدول الترتيب بعد نهايه الجوله الثانيه، وما شاء الله الجدول شكله حلو ناحيه اليمين، كله لعب عدد واحد من المباريات، كله لعب مباراتين. نتمنى ان نرى الجدول بهذا الشكل، الاسبوع الثامن يبقى كله لعب 8، الاسبوع ال 14 يبقى كله لعب 14، هتبقى حاجه تحفه. الاهلي في المركز الاول 6 نقاط، وبفارق النقاط الزمالك في المركز الثاني 6 نقاط، بيراميدز 6 نقاط. المركز الرابع اتحاد سكندري 4 نقاط، غزل المحله خامس 4 نقاط، سيراميكا سادس 4 نقاط. ثم في المركز السابع البنك الاهلي 3 نقاط، مصر المقاصه 3 نقاط، فيوتشر 3 نقاط، المقاولون العرب 3 نقاط، ام بي 3 نقاط. ثم في المركز ال 12 من تعادلين سموحه نقطتين، المصري نقطتين. ثم في المركز ال 14 الجونه نقطه واحده. ثم اخر اربع فرق، المركز ال 15 ايستر كامباني بدون نقاط، فاركو مركز ال 16 بدون نقاط، الاسماعيلي 17 بدون نقاط، وطلائع الجيش في المركز ال 18 ايضا بدون نقاط.